السلامة. عسلامة. هل المستوى التعليمي ينجم يأثر بين الأزواج؟ بطبيعة. كيفاش؟ خاطر كل واحد وتخمامه كيفاش، كل واحد ونيفو تاع التخمام تاعو كيفاش. خاطر التعليم يسقل المخ، كي يبداو ان كوبل معناها واحد مخه معناها في مستوى تعليمي والاخر في مستوى تعليمي واحد اخر، ينجم يأثر على السينرجي ما بيناتهم، ودونك كوميونيكاسيون تنقص، واليوم عاش ينجم يعيشوا مع بعضهم. شنو الحساسيات اللي تنجم تصير؟ مثلا حتى مثلا بالنسبة للبريفيزيون معناها البيجي نتاع الميزانية نتاع العائلة، تلقى واحد يعمل في بريفيزيون باهية والآخر ما يعملش في بريفيزيون مش باهية. مثلا بالنسبة للديفينيسيون نتاع الأوبجيكتيف نتاع العائلة، تلقى واحد عنده أن أوبجيكتيف معين والآخر عنده أوبجيكتيف واحد آخر. مثلا ديفينيسيون دي زيرجونس، أنا الحاجة اللي أرجونت أكثر من حاجة أخرى. دونك هذاك بداو الكوبل مش متفاهمين عليه، باش يخلق اختلافات ومشاكل. دونك اما نورمالمون هما كانوا مع بعضهم قبل العرس، تفهموا فيها الحاجه هذه. لا انت قلت لي بين الازواج، مش قلت بين الازواج هما ما يعرفوا بعضهم، اللي هما المستوى العلمي نتاعهم ما همش كيف كيف قبل العرس. بعد العرس علاش يوليو ما عادش متفاهمين؟ على خاطر المستوى العلمي نتاعهم مش قاعدين يفهموا في بعضهم، فهمتني؟ هو الكوبل هما فما فتره من الاول نتاع تعارف بيناتهم قبل العرس. ما كرهش تصير الفتره، ما كرهمش يعرسوا من نصهم حسب رايي انا، ما نعرفش يمكن نطلع غلط. حسب رايي انا ما كرهمش، كي يبدا المستوى العلمي معناه بعيد برشا على بعض، ونورمالمون ما يعرسوش مع بعضهم، ما ياخذوش بعضهم من نصهم، فهمت؟ ولا انت تراها ديزيكسيبسيون، راهو نجم يصيروا معناها فما ديزيكسيبسيون بين المستوى العلمي، معناها نجموا يصيروا قليله، ما نتصورش ما حاجه كبيره برشا. معناها شنو الحاجه اللي نجموا ما يتفهموش فيها؟ انا قلت لك مثلا ديفينيسيون تاع لي زوبجيكتيف مثلا نتاع العرس. مثلا واحد يقول مثلا بار اكزومبل، واحد يقول مثلا قري صغار، القري صغار قرايه باهيه نعيشها معيشه باهيه، فهمت؟ والاخر يقول لك لا، في عوض مثلا قري صغار بالكدا واحد يمشي ناخذ دار باش نربح فلوس لكري. دونك من هنا معناها يصيروا لي ديفيرجونس في الكوبل. ديما نلقاو فما امراه عندها مستوى علمي به تاخو راجل ما قراش برشا. مش ديما برشا، قليل قليل، فما موجود اما قليل قليل قليل. امراه ساعات توصل عمر معين تحب تاخو معناها اي راجل. هي داخل في القليل هذا، داخل في الاقليه في المينوريتي، معناها موجود مش موجود، اما داخل في المينوريتي هذا. شنو المشاكل الاخرى اللي تنجم تصير بين الراجل والمراه اللي معناها بعاد في علميا على بعضهم؟ يعني قلت لك انا حتى معناها حتى ماديا يكونوا كيف كيف ولا لا؟ جوستومون حتى ماديا تنجم تكون هي تخلص اكثر من نورة. هي تنجم، هي ولا هو يخلص اكثر منها، معناها مش حكايه مستوى علمي ولا حاجه، مصروف راهو معناها فيها حساسيه كبيره، معناها انه كوبل معناها واحد يمشي من الكوبل الاخر مش يقول له مثلا كمل لي المصروف مش كمل الشر. نعرف انا اصحابي معناها، عندي اصحابي معناها تصير لهم معناها يتقلقوا، فهمت؟ هذا كيفاش يتقلقوا؟ معناها المراه تقول له كمل لي ولا الراجل؟ المكثر انا اللي نعرفهم الحالات اللي عندي انها الراجل معناها يقول لمرته كمل لي، فهمت؟ وشنو يكون موقفها المراه من الحكايه هذه؟ والله جينيرال مول الموقف ما يكونش موقف، معناها فما موقف، فما الراجل يبدا متقلق ياخذ الفلوس، ما يبدا متقلق هو كي يبدا متقلق كيفاش ياخذ فلوس وهو متقلق؟ خاطر مضطر انه ياخذ. ولا اي علاش الراجل يتقلق كي ياخذ فلوس من عند المراه؟ والله يمكن شو اسمه العقليه في تونس هكاك، زعما نحن معناها الراجل لازم يصرف على مرته، مانيش ني بارتيزون معناها. من برشا كوبلوات يتقاسم مصاريف الدار مع بعضهم. جوستومون اي المكثر تلقى الراجل معناها محمول عليه، انه مانيش ني انا مقتنع، راهو نحكي لك معناها على يصير المكثر الراجل معناها يبدا معناها هو اللي يتكفل معناها بالفلوس، معناها بالتوسكي فلوس ومصروف. وكل مرة معناها تجي اون رونفور، فهمت؟ كيفاش توا مثلا كتبدا مرة تخدم والراجل يخدم، كيفاش يتقاسموا المصاريف مع بعض؟ حسب رأيي أنا معناها مثلا ما نعرفش أنا، تقول مثلا نقول 60% من الشهرية للدار و 40% مصروف شخصي. المرة شنو هي اللي لازمها تعملوا المرة من رأيك أنت معناها؟ المصروف لا فما إنسان إمكانيات معينة تتحط مثلا اون باريتي معناها دو سالير.
فهمت كل سالير كل واحد مثلا ينحي شطر شطر من السالير نتاعو يحطوا معناه الميزانيه تاع الدار مثلا 60-70%، والباقي مثلا كان الراجل مثلا يخلصوا مثلا الراجل مليون والمراه مليون مثلا مليون، زوز مثلا 700-700 يحطوا مليون و400 هذاك مصروف الدار الكرا والماء والضوء وكذا، والباقي مصروف انا اكرا. كان الراجل يكثر يخلص اكثر بالطبيعه سفاري اونتر معناها سلون معناها الريفينيو اللي يدخلوا الراجل كل شهر. وانتم ما تحبوا مراه تخدم ولا تسل في انا انتم انتم الرجال؟ ولا انا نجم نتكلم كان على روحي فهمت انت. والله كان شهريتي معناها تولي عندي شهريه معناها تزازي ماذا بيا ماذا بيك مرتك قاعدة في الدار؟ تقعد في الدار هي فوالا، أما كي معناها الشهرية كيما توا أنا توا معناها في الحالة نتاعي أنا ماذا بيا المرأة تخدم تعاون. حتى كان شهريتك تكفيك أنت وياها هي تحب تخدم المرأة؟ إيه خي تحب تخدم هي أمورها، هي حر. مش من النوع اللي تقول لها شد الدار؟ إي ليه ليه ها ليه ليه. أما إذا معناها أنا معناها في سرية ما نبدأ مثلا نمضى فير مثلا نبدأ أمضى فير نبدأ في سرية وعندي الفلوس وعندي لي مويان. إذا تحب تقعد في الدار ما يقلقنيش، إذا تحب تخدم زاد ما يقلقنيش. عادي. اسمع تو ديبون معناها من المفاهمة قبل العرس راه. اللي تفهموا فيه قبل العرس معناها يلزمك تلتزم به. مش تدخل هكاكا معناها. فوالا. شنو رأيك في لي كوبل اللي يقعدوا هكا شهر شهرين ثلاثة شهور قبل العرس ويقرروا أنهم باش يعرسوا؟ شهرين. سي دي نامبورت كوا. كوبل لازم يعرفوا بعض. خاطر باش يعيش حياة كاملة معناها قدام، دونك يلزمهم ياخذوا وقتهم باش يعرفوا بعضهم مليح. قداش في الوقت هذا؟ والله سا ديبون، إذا يشوف إذا يبداو معناها أولاد حومة يشوفوا رواحهم كل. هي الحكاية ماهيش مربوطة بالوقت. مربوطة بالوقت؟ لا ماهيش مربوطة بالوقت. نجم تقعد مع شخص هذاك 10 سنين. ولا أنت عندك موقف، فهمتي؟ إذا بتستسلمي خليني نجاوبك. لا مربوطة بالوقت. العبد خاطر ما تعرفوا كان بالوقت. مربوطة بالوقت قداش تقعدوا مع بعضكم؟ بون تو مثلا واحد مثلا يقعد خاطب طفلة مثلا 3 سنين وهو يعيش البر ايش يعمل؟ شوفها مرة ولا مرتين. لازم كيما قلت أنت مثلا في 6 أشهر لازم يعرفوا بعضهم بالكدا مثلا يبدأ يراو بعضهم كل يوم يعرفوا كاركتير بعضهم فهمت؟ ولا